السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور الشائعة عند استخدام API وخاصة RESTful API هو إرسال كاستم هيدر أو إرسال هيدر بغض النظر هو كاستم ولا أشياء ستاندر، والتعامل مع خلينا نقول بالطرف الثاني من الـ API، سواء أثناء الأوركستريشن داخل Enterprise Integrator أو في من طرف البروفايدر عشان يسوي خلينا نقول بعض البزنس. خلينا نقول من الاي بي ايز او من الهيدرز المشهوره اللي ترسل في الاي بي ايز هي الاوثورايزيشن اللي بنرسل فيها التوكن. ايضا في كاستم هيدر كتير مشهور اللي هو له علاقه بالكورليشن بحيث يربط الكولز مع بعضها. كثير من الهيدرز، في الكونتنت تايب هيدر، في الاكسبت هيدر. اليوم نحن راح نشوف كيف بامكاننا من خلال انتربرايز انتجريتور في دبليو اس او 2 نسوي اكستراكت لاي هيدر بدنا اياه ونتعامل معه على انه فاليو، وبناء عليه ناخذ ديسيجنز. الان هذا هو السيناريو. في عندنا كول من موبايل او من بوستمان او من اي شانل اخرى. الاي بي اي تبعنا راح نرسل هيدر، اي اسم هيدر نحن ممكن نختار. في الانتربرايز انتجريتور في دبليو اس او 2 راح نسوي اكستراكت للهيدر ونسوي له لوج. طبعا راح نسوي اكستراكت للهيدر ونخزنه في بروبرتي، ومجرد خزننا الفاليو تبع الهيدر في بروبرتي معناها نحن صرنا قادرين نسوي اي شيء نحن بنحتاجه مع هاي الفاليو. خلينا الان نشوف بالضبط كيف ممكن نسوي هذا الكلام. الان نحن في عندنا اي بي اي بتسوي كول لاند بوينت موجوده على دوت نت كور اسمها ستودنت، اللي بتجيب معلومات ستودنت. اول شيء راح نسويه عشان نسوي اكستراكت للهيدر راح نستخدم بروبرتي ميدييتور. راح نسوي نيو هيدر او نيو بروبرتي. هاي البروبرتي راح نسميها مثلا ماي هيدر. مثال الفاليو تبعها راح يكون عباره عن اكسبريشن. الاكسبريشن لو نلاحظ هون في مجموعه خلينا نقول كي ووردز في دبليو اس او 2 ممكن نستخدمها. واحد منها اللي هو ايش؟ اس دولار تي ار بي. طبعا اس دولار تي ار بي هو ريليتد للترانسبورت هيدر في الاتش تي تي بي كولز. غالبا تي ار بي هي الكلمه اختصر لكلمه ترانسبورت. هاي بنستخدمها كبريفكس للهيدرز اللي نحن ايش بدنا نسوي لهم كول، علما انه هي نوت كيس سنسيتيف ما كاتبين. بلس هذا هو الاكسبريشن اللي هن حاطينه اس دولار تي ار بي نقطتين كونتنت تايب او اسم الهيدر في النهايه. هون نحن راح نمرر هيدر اسمه x-wso2-header. اوكي الان راح نسوي لوج بس عشان نتاكد نحن سوينا اكستراكت بشكل صحيح للهيدر. كاستم هيدر نقول له اكسبريشن ونحط ايش؟ جيت داش بروبرتي ماي هيدر. اوكي فينيش. بس خلينا نتاكد ايش اسم الهيدر. ماي هيدر. طبعا هون الفكره من اللوج فقط نتاكد انه نحن قدرنا نمسك الهيدر فاليو ونحطه في بروبرتي. مجرد حطيتها في بروبرتي ممكن تستخدمها في اند بوينت، ممكن تاخذ بناء عليها ديسيجن في ميدييتور. في عندنا ميدييتور سويتش واف وذن والى اخره. خلينا نسوي رن. يبدو في شيء غلط. اس دولار كذا. اوكي لو جينا هون ماي هيدر واضح انه ناقصها كوتيشن، سنجل كوتيشن. رن. الان مجرد سوينا رن في الانتجريشن ستوديو راح نسوي كول بالبوستمان ونمرر ماي مثلا اكس دبليو اس او هيدر دبليو اس داش هيدر ونسميها مثلا دبليو اس او جروب. هاي الفاليو طبعا في حال انه الفاليو ما هي موجوده ما بيعطيك ايرور، ولكن بتكون الفاليو نل. طبعا هاي هي الاي بي اي تبعنا. لو سوينا سند لاحظوا باللوج كتب الفاليو للهيدر وسماها دبليو اس او 2 جروب. هيك بنصير متاكدين انه نحن ارسلنا هيدر ومسكنا الهيدر وسوينا له لوج.
طب لو أرسلنا أي هيدر ثاني عشان نتأكد إنه ما راح يعطي إيرور. سند، لاحظوا أعطانا نل بكل بساطة. هذا باختصار عن كيفية إكستراكت API هيدر باستخدام WSO2 Enterprise Integrator. والسلام عليكم ورحمة